السلام عليكم اخوانا، نتكلموا اليوم على نصير المزراوي. نصير المزراوي المحبوب، لعاب اللي كيبغيوه كل المغاربه، لعاب اللي ضحى في المنتخب الوطني المغربي، اللي لعب في البلاصه في المركز ماشي ديالو، لعاب اللي تظلم بالنسبه لي انا في المنتخب. علاش؟ لانه هو جا في الوقت اللي كاين فيه اشرف حكيمي، لان حكيمي مادام انه موجود في المنتخب فالرسميه ديالو لا تناقش. اذا مادام ان نصير المزراوي كيلعب ظهير ايمن، ومادام ان حكيمي كيلعب ظهير ايمن، فبالتالي بلغه الكره مشى وليد الركراكي للقضيه ديال البريكولاج، بريكولاج من نصير المزراوي في الجهه اليسار. واخا واحد المره بغى يقلبهم ولعب ان حكيمي في الجهه اليسار ولعب نصير المزراوي في الجهه اليمين، ولكن حكيمي ما عطاش بتاتا في الجهه اليسار. داكشي علاش ان القيمه ديال نصير المزراوي ما كتعوضش. نصير المزراوي شفنا بزاف ديال البوستات، شفنا في السبعه، شفنا في الوسط، شفنا في الظهير الايسر، ولكن كيبقى نصير المزراوي من اللاعبين المظلومين في المنتخب الوطني المغربي كما قلت، لانه كون هذا اللاعب جا وعطى في الجهه اليسرى اليمنى وخليناه وبقى كيلعب دائما كظهير ايمن، يمكن غادي نشوف واحد نصير المزراوي واحد اخر. علاش؟ لان اللاعبين ديال المغربي في كاس العالم الى عقلتو، النجوم ديال المنتخب في كاس العالم كاملين تقريبا، بدا من يوسف النصيري اللي كان في اشبيليا هبط الفيني باشا، المستوى ديالو مشى، بونو اللي كان في اشبيليا مشى للهلال، يعني مجموعه، امرابط اللي كان في فيورنتينا ومانشستر يونايتد مشى الفيني باشا، مجموعه من اللاعبين، بوفال كذلك، يعني مجموعه من اللاعبين اللي انتقلوا من دوريات كبار، من دوريات اوناحي دابا اللي مشى لليونان من بعد مارساي، اللي كان في واحد الوقيته مطلوب من طرف بارسلون، من طرف مجموعه من النوادي اللي هي كبيره، يعني مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كان عندهم في كاس العالم واحد المردود، وكنا كنتمنوا اننا نشوفوهم القدام ويزيدوا القدام مادام انهم دوزوا واحد كاس العالم واعر ورائع. العكس هو اللي شفناه، الا نصير المزراوي. نصير المزراوي كان في البايرن ميونخ ولكن بقى على المستوى الرائع، وانتقل لنادي اوروبي كبير اللي هو مانشستر يونايتد، اللي كيامل ان مانشستر يونايتد يرجع مادام ان عنده مالك جداد، مادام انهم كيملكوا واحد الرؤيه للتقدم في المشروع ديالهم، رغم ان تي هاج مازال في واحد المستوى اللي هو متذبذب، وربما من أسوأ المواسم اللي قدمها تي هاج مع مانشستر يونايتد الموسم اللي داز، ولا هذا الموسم هذا في البدايه ديالو اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، يقال بين قوسين ان تي هاج غادي يصيفطو، يعني غادي يقيلوه من المنصب ديالو. ولكن كنتكلموا على نصير المزراوي اللي حافظ على الثبات، المستوى ديالو نصير المزراوي من اللاعبين الكبار خالقا الحاج، نصير المزراوي في الاخلاق ديالو كبير، في اللعب، في الاداء ديالو على رقعه الملعب كبير، يعني كيبقى داك احترام كبير من طرف الجماهير المغربيه لهذا اللاعب هذا. بالنسبه للمرض ديالو كيف ما قلنا بالقلب، قلت انه نفى وليد الركراكي هذا الخبر هذا، وقال باللي ان نصير المزراوي راه ما مريضش بالقلب، وانه غير عنده اصابه، وربما في التوقف الدولي الجاي غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم مع المنتخب. اذا شنو هنا ان مانشستر يونايتد على حسب بعض المصادر كيقولوا بلي انه غادي يغيب من شهرين حتى 3 شهور، ولكن وليد الركراكي كيقول انه في التوقف الجاي اللي مازال له يلاه شهر غادي يكون مع المنتخب. كنتمنى، انا امل، كنتمنى ان الخبر ديال وليد الركراكي يكون صحيح، لان احنا بغينا في الاول وفي الاخير ان ولدنا ولاعبنا نصير المزراوي يكون معنا، خونا يكون دائما في المنتخب الوطني المغربي، لان كنبغيو يكون بصحه جيده اولا واخيرا. داكشي علاش كنتمنى ان المرض ديال القلب والمضاعفات ديال كوفيد وما الى ذلك من مجموعه من الاخبار اللي كتقال لانه مقاس بها ولا مصاب بها، بغينا ما تكونش، بغينا يكون حاضر مع المغرب. ولكن نرجعوا للظهير الايسر، الظهير الايسر في المغرب اللي معلم معلق على مات السيفان. شنو هي المشاكل؟ اي واحد دابا تكلمتي على اللاعبين، على المتتبعين بالشان الرياضي ديال المغرب، وسولتيهم على شنو هو المشكل ديال المنتخب، غادي يجاوبوك بسهوله. المشكل ديال المنتخب الوطني المغربي مازال الجهه اليسرى ما لقيناهاش، ومازال ما وقفناش على واحد اللاعب واحد اللي هو نتفوكسيو عليه ونركزوا عليه باش يبقى معنا مع المنتخب الوطني المغربي ويتبنى على المنتخب، ويبقاو هكا كنشوفوه دائما باش يزداد خبره مع كثره المباريات في المنتخب. هذه ما شفناهاش، الظهير الايسر دائما الواحدي، مره مثلا الشيبي، مره نشوفوا عطيه الله، مره نشوفوا نصير المزراوي وما الى ذلك. وانا نعطيكم انا الخيارات اللي كاينه دابا، ومع العلم ان وليد الركراكي باغي بازالي بريكولي بنصير المزراوي، وقال هادشي في الندوه الصحفيه، قال لو كان نصير المزراوي ما مصابش فغادي هو اللي كان غادي يلعب مع افريقيا الوسطى. كيف ما قلت، هذه المشكل اولا ديال المنتخب الوطني المغربي الا سولتي اي واحد عليه غادي يقول لك جوج حوايج، هو الجهه اليسرى وهو اللاكس محور الدفاع او قلب الدفاع. قلب الدفاع اللي مازال عندنا مشكل كبير، ما عدا نايف اجرد اللي ما شاء الله مستوى ثابت، مستوى في ثبات وفي تقدم مستمر، يعني في الصعود مادام انه كيقدم مستويات كبيره حتى مع الفريق ديالو ومع المنتخب دائما ما كيخيبش، وخا داك الفتره ركود اللي كان دوزها مع استون فيلا ما كانش كيلعب وما كانش كيشارك مع الفرقه ديالو، ورغم ذلك انه كان كيجي وكيبلي البلاء الحسن. ولكن كيبقى لنا العمق ديال الدفاع، بلاصه ديال السايس، بلاصه ديال السايس مادام
مع ان سايس مشى، سايس كبر في السن، سايس ما بقاش لايق للمنتخب، ما بقيناش كنعيطوا له. لقينا المشكل ديال التعويض ديال سايس. شكون عبقر؟ عبقر دائما كيجيب واحد المستويات اللي هي بايخه، مستويات اللي هي طايحه بزاف. بحالاش شفنا الماتش اللي لعب مع ريال مدريد دون المستوى، اللي خيروا اللاعب، غيروا المدرب في الشوط الثاني بعد ما غير القميص ما بين الشوطين مع مبابي. شفنا المستوى الهزيل مع برشلونة، كونتر برشلونة، فاش قدم واحد المباراة دون المستوى وايضا غيروا المدرب. وده للعلم، نحيطكم علما، ان اللاكس، ان المحور ديال الدفاع ما كيتغيرش الا نادرا في حالات القصوى، يعني مصاب شي حاجة، شي طرد، شي حاجة شي بحال هكا، يعني الا في حالات القصوى داخل الميدان وعلى حسب مجريات اللقاء. اما بالنسبة للتغييرات فنادرا ما كيتغير الجناح، كيتغير مثلا وسط الميدان، كيتغير المهاجم، كيتغير راس حربة، كيتغير مجموعة من المراكز كتغير في الملعب، ولكن بقلب الدفاع نادرا جدا ما كنشوف التغيير ديالو. شفناه مع عبقر في هاد جوج ماتشات بعدا على الاقل، قلت انا يعني هنا غادي يرجعوا للبوست ديال الظهير الايسر اللي عنده مشكل عند الركراكي. ومادام ان عندك خيارات كثيره بحال ادم ازنو، عندك ادم اسينا اللي دابا في لازيو روما، اللي كيلعب كيشغل قلب الدفاع وكيشغل حتى الجهه اليسرى، يعني ظهير ايسر. وعندنا عطيه الله، يعني شنو قلنا، ادم ازنو اللي تالق في الماتش التالي وعطى واحد الاداء اللي هو رائع جدا، المغاربه كانوا يسبقولو، كانوا يفرحوا به، بين المستوى. علاش ما تزيدش تثبتو؟ علاش ما تزيدش تعطيه فرصه؟ علاش ما تخليش هو الظهير الايسر؟ كنا كما قلت كان باغي انه يجيب لنا نصير مزراوي، واخا مع احترامات نصير مزراوي، وانه يليق بهذا البوست هذا لان عطاه في كاس العالم وعارفين انه وقت المستوى، ولكن كيبقى ظهير ايمن. يعني مادام ان عندك الجهه اليسرى فيها اختيارات كثيره كما قلت ادم ازنو، عندك يوسف الخديم، يوسف الخديم اللي دابا انشيلوتي نادى عليه بطلعوا للفريق الاول بعد ما كان في الكاستيا، وراؤول غونزاليز والبيروا المدربين ديال الكاستيا اللي حيوا هذا اللاعب وقالوا لانشيلوتي بانه يستحق يكون في الفريق الاول. يعني ربما نقدروا نشوفوا دابا حتى في الشامبيونز ليغ مع ريال مدريد، نقدروا نشوفوا في الليغا. يعني عندك يوسف خديم، عندك ادم ازنو، عندك الشيبي ربما بعض المرات كيلعب يمين يسار، عندك عطيه الله، وعندك ادم ازينا، ادم ماسينا عفوا. يعني هادو مجموعه من الخيارات. علاش ما يكونش واحد البوست ديال الطروه اللي كيليق بالبوست ديالو، ويكون داك اللاعب ديال الطروه هو اللي يلعب في الطروه، ما بقاش نخربقوا. ودابا كاس الافريقيه راه ما بقاش بزاف، شحال باقي؟ واقيلا شي ثلاثه ديال التوقفات الدوليه، الا زولنا التوقف هذا الدولي غيبقاو شي ثلاثه ولا اربعه، يعني ماشي بزاف. تقريبا ما كملش سنه باش غادي يكون كاس افريقيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني هنا خص المنتخب يكون بعدا الوضوح باين تشكيل في الركائز الاساسيه، واخا انا عارف بلي وليد الركراكي عنده الركائز الاساسيه. شنو هما؟ هما اللعابه اللي ما كيتقاسوش في التغيير، هما اللعابه ديال كاس العالم غالبيتهم. واخا دابا راه ما بقاوش، لان بزاف ديال اللاعبين اللي المستوى ديالهم طاح، وكاين اللي ما كيشاركش مع الفراقي ديالو، وبزاف ديال الامور، ولكن كاين من بعد بعدهم، ونعطيهم لك دابا بالاسماء. بحال مثلا بونو، هذا بونو ما لا يناقش لان البوست ديالو اصلا ما كاينش اللي غادي يرومبلاسي. واخا عندنا المحمدي صراحه في المستوى الكبير، ولكن كيبقى بونو هو رقم واحد. عندك اوناحي ما كيتحيدش رغم الجاهزيه، رغم انه ما يشاركش مع الفرقين، رغم انه يكون اللي يكون دائما اوناحي غادي تشوفه في المنتخب الوطني المغربي. عندك يوسف النصيري اللي دائما غادي تشوفه في المنتخب الوطني المغربي، لان هذا في العقليه ديال وليد الركراكي انه لاعب كبير. وراك مشيتو في الندوه الصحفيه تكلم على نصير مزراوي بواحد الطريقه، على يوسف النصيري بواحد الطريقه، قال بلي انه جوزي ميرونيو عيط له، انه جاب 20 مليون، يعني مجموعه من الاشياء بحال هكا. عندك مرابط اللي سفيان مرابط اللي صراحه دابا الارتكاز رقم واحد في المنتخب ويستحق انه يكون، يعني مجموعه من الاسماء. عندك اجريد، يعني مجموعه من الاسماء اللي كاينه دابا ما غاديش يتم فيها الاختيارات والنقاشات بزاف. يعني كاين واحد اللعابه اللي معروفين غادي يكونوا في المنتخب الوطني المغربي، بدا بونو، حكيمي، اجريد، مرابط، ناحي، ويوسف النصيري. زيد على هذا زياش اللي رجع من الاصابه، يعني هادو لاعبين اللي غادي يكونوا في المنتخب الوطني. وابراهيم دياز، ابراهيم دياز راه يستحق، لان اصلا هو المستوى ديالو كيشفع له باش يكون في المنتخب الوطني المغربي. ولكن كاين بعض الامور، كاين بعض اللاعبين، كاين بعض الاسماء اللي يناقش فيهم الطرح على حساب الاختيارات ديالهم دائما في المنتخب الوطني المغربي. ما نبقاش دائما نتفكروا المونديال ونبداو نخدموا القدام. المهم الاخوان، نتوما هذه مجرد نقاشات بسيطه، نتوما كيفاش كتشوفوا المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي؟ واش قادر المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي يرتفع ويجيب لنا كاس افريقيا الجاي 2025؟ حتى لهنا ما تنساوش دعموني بلايك، سبسكرايب جيم، تشترك في القناه، تخلي لي كومونتير وتهلا راسك.